حسام غالي قيمة كبيرة طبعا، لعيب كبير الواحد مهما يتكلم عنه مش هيقدر يديله حقه بصراحة. يعني شخصية طيبة جدا وعصبي شوية، بس بيبقى لصالح الفرقة. يعني هو وجهة نظره ان هو لصالح الفرقة يعني. بس طبعا كابتن حسام قيمة كبيرة يعني، واتمنى له التوفيق ان شاء الله، ويقدروا ان شاء الله يحققوا بطولات النادي الاهلي باذن الله الفترة. كابتن مونيس سليمان مدرب لعيب محترم جدا طبعا، كابتن وليد بعزه جدا على المستوى الشخصي، ولعيب كبير طبعا. مستر بيسير وجوزيه بيسير، والله مستر بيسيرو الواحد يعني انا كنت بحبه بصراحه، يعني مع ان انا ما لعبتش معاه خالص يعني. بس الراجل اعتقد ادالك فرصه في مباراه المقاولين، كان بدا ان هو يدخلني واحده واحده في الفرقه، وبدا ان انا بدات ان انا خلاص احس ان انا ان شاء الله هبقى موجود متواجد مع الفريق. لكن طبعا شاءت الاقدار ان هو يمشي يعني، فاتمنى له التوفيق طبعا. مستر مارتينيول ربنا يوفقه.